ما هي أول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما هي آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما هو أول دعاء في كتاب الله؟ الجواب: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو أول نداء في كتاب الله؟ الجواب: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما هو أول شيء خلقه الله؟ الجواب: القلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد.